السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي احسن الاحوال يا ربي. جواد اليميق لاعب المنتخب الوطني المغربي كان تصاب في احد العيون ديالو، اصابة اللي كانت خطيرة عمرات لي بالدم، واضطروا يخبوها لي من داك الدم، وكان ممكن تكون عنده فيها عملية. ولكن الحمد لله كيف تيقولوا المصريين كانت سليمة، وهو خرج بواحد البوست كتب فيه الحمد لله والشكر لله، جات الفحوصات إيجابية ومطمئنة للغاية. ومرة أخرى أود أن أشكركم جزيل الشكر على المتابعة والاهتمام، وأيضا على كل رسائل الدعم التي تصل لأعماق قلبي. مهما قلت لن أوفيكم حقكم. بارك الله فيكم. جواد اليميق صراحة من بين اللاعبين المغاربة اللي كيمتازوا بأخلاق حميدة، وهادشي راكم شفتوه وعرفتوه فيهم. وما نساوش الأجواء الحماسية اللي عشناها معهم في مونديال قطر 2022. دعواتكم إخواني أخواتي لي بالشفاء العاجل إن شاء الله. وكيف تنقولوا دائما، دعوة 40 غريب راها مستجابة، فما بالكم إلى دعم تقريبا المغرب كامل اللي كيحبوا وكيعشقوا. شكرا جزيلا لكم. دنيا بوتازوت شاركات في فيديو كليب الأغنية الأخيرة لزكريا الغفولي محبوبي اللي كانت أول عرض لها اليوم. صراحة أغنية زوينة اللي فيها مزيج من التقاليد المغربية العريقة. أنا عجبتني الأغنية وعجبتني حتى طريقة اللبس، أنهم دخلوا فيها اللبس الأمازيغي. نتمنى تعطيوني حتى نتوما الآراء ديالكم في التعليق. عجبتني واحد القضية اللي داروها لاعبي المنتخب الوطني المغربي، لاح أشرف حكيمي ولا حتى عز الدين أوناحي اللي مشى باش يحتفل بحال الزميل ديالو أشرف، باش يحتفل بالعيد مع جمعية الأطفال اليتامى والمتخلى عنهم. بادرة طيبة، وكيف قلت لكم سابقا أن لاعبي المنتخب الوطني دائما كيعطيونا دروس في الحياة، ودروس جميلة ورائعة جدا. إيوا سيادنا، إلا وصلتو تال هنايا خليو واحد جيم، خليو واحد الكومنتير زوينين بحالكم. صراحة راه كنفرح فاش كنلقى بعض التعاليق ديالكم، سواء إيجابية سواء كتنتقدوا، فهاد الشيء ما كيزيدنا إلا فرح. وكنبحث باش نقدم لكم الجديد. السلام عليكم، ونتلاقاو فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، وسمعوا لي راني مريضة.